عندنا لبن. أنا عندنا لبن. لا ما عندنا. عندكم لبن لما تجيبوه لنا؟ لا يعني قلت يعني هم يقولون يعني يقول ان ما عندنا لبن صح؟ قولي ايه. لا ايه صح ما عندنا لبن. عندك طريقته زينة؟ لا ما هي زينة والله، ما هي زينة ولا حد يرضى والله، ما يعمل واحد. ابو عياد ايش رايك؟ حتى امه والله طول عمره كلمناه قالت عندنا لبن زبد وخير ونعام. الله الله، لكن ما يبي يعطينا. عارف طريقتك وانا؟ لا لا طريقتك معروفه. لا ما هي معروفه. هلا معروفه. ما هي معروفه. ادري وش انت تبي يعني. ادري وش انت تبي. قابض طرايق. مقابض. قابض. مقابض مقابض. منو هذا؟ مقابض. يعني ما خذ واعطي. ايوه خذ واعطي. وش تبي طيب؟ مقابض. انا وش اعطيك لبن تعطينا الوش وجح؟ عطى الجح اعطيك لبن. انت بي لبن؟ عط الرخفان. طب لي الرخفان هذي وين هالمعاء العسل؟ ها عيش الاجازة نسينا ما كلام. تبي لبن؟ لا. ها؟ لا لبن ما لبن يا خذ المعو جبد ما بي عطني شماع. شماع والله طلعت مصلاح جي. ما تعطي الا مقابل. كل شيء مجاني. من هو اللي يبي الشيء المجاني؟ من هو؟ انت. وين المقابل وين؟ لا ترى يا عيال يمزح. لا ما يمزح. لا ما يمزح على طريقته. لا ما امزح ما امزح انا ما امزح. لا. تبي لبن رضمه قبل قبل جبل جح. طريقه زينه. لا والله ما زين طريقه المقاهبه. لا لا لا. يا اخي اعطي ويجيك ان شاء الله الخير. ان شاء الله ابى اخذ بس مو اللون علي. هل هذا المقاهبه؟ يا علي أنا يا علي اعط ها عط الله يعطيك. اي الحمد لله الله صح. بس هذه قاعدتي المقابل. قاعدتك خطا. لا ما هي خطا والله خطا. خطا يا عيال ولا ما هي خطا؟ والله خطا. والله خطا اي يعني بس بتاخذون بتاخذون بتاخذون. انا اجلس فاضي ما عندي جح ما عندي شمام ما عندي رخفان. اشتر ما لي اشتري ولا اعطيكم لبن. اخونا يا رجال.